تم تسجيل نداء لاجل ديبار ان ديبار دو فو لاجل بدايه حريق على مستوى المركز التجاري القدس متموقع بشراكه. تم اقحام الوحده المجاوره لوحده شراكه وشير بلاس سيزون دوموندي ان اوفر، يعني طلبوا الدعم لانه كان انديجاجمون فيمي امبورطون. المهمه الاولى قمنا باخلاء الساكنه وبعض العمال اللي كانوا مازالوا متواجدين في المكاتب على مستوى المكاتب ولا بعض المحلات، وبعد ذلك تم تدعيم الوسائل البشريه والماديه اللي كانت شير بلاص يعني في المكان بوسائل اخرى، بدايه من الوحدات المجاوره ثم الوحده الرئيسيه والوحده الوطنيه للتدريب والتدخل، وكذلك بعض الوسائل اللي جاتنا من ولايه الجزائر اللي دعمتنا بها الولايه. كان السيد المدير العام شخصيا اشرف على العمليه، كان حاضر هنا معنا كما شفتوا، وكذلك السلطات المحليه تاع الولايه. فيما يخص الضحايا الحمد لله رب العالمين لم يتم تسجيل اي ضحيه ما عدا 18 شخص الذين تم اخلاؤهم، وهادو سيتي دي زانكوموندي بار لا فيمي، يعني عندهم دي زانكومونداسيون بار لا فيمي، وتم التكفل بهم كما راكم شاهدتوا هنايا في ان بي ام في ان بوست ميديكال افونسي في نفس المكان من طرف اطباء تاع الحمايه المدنيه. حاليا في الوقت اللي راني نتكلم معك فيه ما كان حتى ضحيه اللي راهي ما زالت عندنا، يعني كامل غادروا المكان وتوجهوا للمنازل تاعهم. وفيما يخص العمليه ما زالت متوفره، النار حاليا تم اخمادها.